مرحبا، أسعد الله يومكم في كل خير. عودة الحياة الطبيعية إلى مدينة شتوتغارت. أتمنى كمان اللايف. مرحبا يا حلوين، تحياتي للجميع المشاهدين. هل التصوير واضح؟ يا رب يكون واضح ويعجبكم أيضا. طبعا عودة الحياة الطبيعية مرة ثانية. بذكر إلى ألمانيا، إلى شوارع ألمانيا. يا رب دائما البث مباشر بيعجبكم. طبعا أنا أحب أكون هيدا الشارع، شارع الملك سموت في مدينة شتوتغارت. أصدقائي المتابعين في كل مكان، أتمنى أيضا شوارع ألمانيا تعجبكم. طبعا هذا المحل اعتقد مرحبا، شكرا لك. تحياتي لكم في اي مقاطعة بادن فيدنبرغ، فيدن ابند برودا، فيدن ابند مساء الفل. هل التصوير واضح أو يحصل تقاطع؟ أعزائي المشاهدين في هذه المدينة، طبعا يعيش فيها كثير من العرب والتجار والسياحة أيضا. تعرف في ألمانيا الآن عودة السياحة إلى ألمانيا بعد الظروف اللي كانت ألمانيا بتمر فيها، تعرف وباء كورونا. الآن الوضع كتير كويس،
الوضع عم يتحسن، شاهدوا كمان المطاعم المحلات كلها فاتحة، ما في أي مشكلة. الظروف تتحسن هنا. أصدر حساس يا بيت. سند أهلا وسهلا، تحياتي لكم لأهل الجزائر، أهل تونس، في كل مكان. أعزائي المشاهدين، طبعا أنا هدفي لترويج السياحة في ألمانيا، تصوير شوارع ألمانيا، تصوير الحياة الطبيعية في ألمانيا. أشكركم أهلا وسهلا، تحياتي لك من ليبيا، تحياتي لك. اكتبوا لي من أين تتابعوني، أبعث لكم سلام من داخل ألمانيا. قولوا لي من أين تتابعوني عشان أبعث لكم سلام. تحياتي من ليبيا، أهلا وسهلا في أهل ليبيا. أهدي جميع العرب اللي موجودين في ألمانيا، في خارج ألمانيا. طبعا أنا أعيش في هذه المدينة، تعرفوا بسبب الوباء أنا لم أسافر لكثير من المدن، لكن إن شاء الله في المستقبل أذهب إلى أكثر من مدينة. تحية من مصر، تحية لأهل مصر، تحياتي لأهل مصر. مين أيضا معنا هنا؟ العراق، أهلا وسهلا، تحياتي لأهل العراق أيضا. فقط بس أوريكم الحياة كيف تعود هنا في مدينة شتوتغارت. في ألمانيا بشكل عام يعني الحياة كلها عم تتحسن أحسن من الماضي. تحياتي لك النرويج، أهلا وسهلا، أحييك أخوي من ألمانيا. طبعا الوقفة هاي مشهورة جدا قبل الملك شتوتغارت، دائما يوقف هنا. من ليبيا أهلا وسهلا، تحياتي إلى كل أهل ليبيا. كيف الجو الآن في ليبيا؟ يا رب يكون تحسن. مين أيضا معنا؟ تحية لكم مقدر الصدر، أهلا وسهلا من العراق يعني، تحياتي لكم جميع. طبعا الجو اليوم شمس عندنا، جو حر شوي لكن الجو حلو، ليس كثير حر لكن جميل جدا. شاهد هنا يعيش كثير من العرب والجانب. مرحبا، كيفك مرسي من ليبيا؟ أهلا وسهلا، ما شاء الله عندي أصدقاء كثير من ليبيا، تحياتي لأهل ليبيا والشعب الليبي. طبعا أنا حيي جميع الدول العربية، ولكن اللي حاليا بيشاهدوني بث مباشر، أنا حيي الشباب اللي بيكتبوا لي من كل مكان. تحية من تونس، أهلا وسهلا في أهل تونس، تونس الخضراء.
تونس الخضراء. تونس الخضراء أيضا، أهل الجزائر لا يزال حدهم من الجزائر. هل يوجد أحد من الأخوة من الجزائر أيضا؟ نعرف كمان أيضا كثير من المغرب، لكن أصحابي طبعا هذا الشخص قاعد هنا ماسك طاولة وبيلعب في الطاولة، وأي شخص يقعد معه ممكن يكسب في نفس الوقت. هذا بياع الحلو في مدينة شتوتغارت. Also gerade hier am Rand hatte ich auch nochmal Diskussion nach, die Flüchtlinge sollen alle draußen bleiben. Da will ich ganz klar dazu sagen, die Probleme heute auf der Welt sind internationale Probleme. Das sieht man an dem Coronavirus genauso wie bei der wachsenden Kriegsgefahr oder auch in der Frage der Flüchtlinge. 70, 80 Millionen Menschen auf der ganzen Welt heimatlos sind und irgendwo suchen, wo sie arbeiten können, Ernährung schaffen können. Und wenn hier immer, das große Ziel der deutschen Wirtschaft und der deutschen Politik ist ja, wir müssen Exportweltmeister sein, verteidigen, es wieder werden. Genau das gleiche sagen die Chinesen, sagt Europa als Ganzes. Wenn man erklärt, dass man Exportweltmeister sein will, das heißt, man will seine ganzen Waren in die anderen Länder verbreiten, bedeutet das, dass man die Lebensgrundlage in anderen Ländern zerstören muss. Das geht gar nicht anders. Und das ist immer das große Ziel, was man in jeder Talkshow, in jeder Nachrichtensendung einmal im Monat, sind wir es jetzt wieder Exportweltmeister oder nicht? Und die Kehrseite, die Folge davon ist, dass Leute ihre Arbeit verlieren, ihre Lebensgrundlage verlieren. Und das ist ein System, das sich Imperialismus nennt. شكرا أوروبا عاشت، شكرا، تحية لكم من فلسطين، أهلا وسهلا، تحياتي لأهل فلسطين. Müssen wir als Arbeiter, als Arbeitslose hier in Deutschland uns verbinden mit den Menschen, die aus dem gleichen Grund im Grunde auf Grundlage dieses Wirtschaftssystems in die Flucht getrieben werden. Und deswegen fand ich es so wichtig, dass die Julia auch gesagt hat, in Moria, das sind natürlich Opfer jetzt eines Feuers oder der Zustände, aber es sind Täter, das sind tatkräftige Menschen, die jeden Tag, wie wir auch hier, لا الوضع أخي عندنا كتير جيد الآن في ألمانيا، وضع متحسن هنا تقريبا، كورونا أيضا فباي مثل ما بنقول تشاو تشاو كورونا. يعيشك، شكرا لك، يعيشك أنت أخوي أيضا، يعيشك ويخليك. طبعا مدينة شتوتغارت أحلى من باريس 100 مرة. أنا تعرف سافر كتير، ولكن مدينة شتوتغارت بشكل عام ألمانيا جميلة جدا، ألمانيا السياحية وفي نفس الوقت صناعة، صناعة وسياحة. لاحظوا في كل شارع، في كل دخلة يوجد موسيقى، يوجد الماركات العالمية موجودة أيضا هنا. Thank you.
كيف الوضع أخوي؟ الآن الوضع كويس الحمد لله، نشكر ربنا، الوضع هنا كتير جيد، وضع يتحسن، ولكن تعرفوا مشكلة السفر يعني في الوقت الحالي قليل جدا من الناس يسافروا. يعني ألمانيا والحكومة الألمانية قالت للشخص ليس مضطر كرمال السفر، نتمنى أنه لا يسافر الآن. تعرفوا الوضع الحالي بشكل عام في ألمانيا وضع يتحسن جدا، المحلات تفتح طبيعي، الشغل عادي. أي بروم مش راح فوي. هنا أيضا في صيف، عنا الصيف موجود. هاي في المحلات كلهم فاتحين تقريبا، هنا يوجد كثير من الماركات العالمية.